من الخرطوم ينضم معنا وزير الإرشاد والأوقاف بجمهورية السودان أبو بكر عثمان إبراهيم. أهلا بك معالي الوزير. إذا بداية أخذ تعليقك على هذا الأمر من قبل خادم الحرمين الشريفين باستضافة ما يقارب من 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل. السلام عليكم وفقرة الخير الإخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أهلا بك. والشكر والتقدير العظيم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد الأمين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه المكرمة الملكية والتي هي ليس بقريبة على المملكة العربية السعودية وعلى خادم الحرمين الشريفين، فمعروف بأياديه البيضاء ومساعداته لكل الناس سواء أحياء أو أموات تستشهدوا لوجه الله الكريم، وهذا ليس شيء غريب وأكيد حيكون له أثر كبير في نفوس أسر الشهداء وأبنائهم وعائلاتهم، وأيضا سيكون له أثر كبير أيضا في محيط العالم العربي والإسلامي لهذه المكرمة الكبيرة. ونسأل الله ربنا يتقبل الشهداء، كما نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ الحرمين الشريفين ويحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ لأمنا واستقرارها، وتعود إن شاء الله الشرعية إلى دولة اليمن الشقيقة بإذن الله تعالى قريبا على يد قوات التحالف.